ازيكم؟ جات لكم الحاجه محايسب الحاجه فتكت. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وحشتونا جدا 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 جدا. النهارده جاي لكم فيديو جديد من فرح اماني. ترارارارا. لبسنا وحطينا الترتر وحطينا الميك اب زي ما هتشوفوا في الفيديو. دلوقتي هنبدا الفيديو. انا بس مش عارفه ليه الاضاءه مبينه الميك اب بتاعنا كده، بس الميك اب بتاعنا اهدى واحلى بكتير قوي من الكاميرا. واو اليوم يا جماعه قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان تشتركوا كل جديد وتكتبوا لنا كومنت حلو ونخش كلنا نبارك لاماني وان شاء الله ايامها الجايه تكون حلوه ومشرقه. طبعا احنا دلوقتي متوترين يا جماعه عشان خلاص ميعاد الفرح جه واحنا بنعمل لكم المقدمه واحنا خلاص رايحين على القاعه الثانيه. يعني احنا دلوقتي في قاعه ثانيه بنعمل فيها السيشن. اماني بتعمل فيها السيشن. المهم دلوقتي نوريكم كل التفاصيل اللي قبل ما نلبس الفستان وبعد كده نرجع نوريكم شكل عشان طبعا انتوا اكيد هتسالوا على الفستان ده منين والفستان بتاع لبنى منين. فتعالوا نسيبكم على المكان اللي عملنا فيه الفساتين بتاعتنا ونرجع تاني بسرعه. يلا بينا دلوقتي يا جماعه، يلا بينا نشوف جزء من الفساتين اللي عند شروق. شروق يا جماعه بتعمل فساتين كلها هاند ميد زي ما انتوا شايفين كده. بصوا كل ده تطريز، صح يا شروق؟ كل ده يدوي صح؟ شروق اهي شايفين انها لحقاً بنت رقيقه. شروق يا جماعه بتعمل زفاف وبتعمل سواريه وبتعمل كل القصات اللي انتوا عايزينها، اي فستان هتجيبيه، اي تصميم انت عايزاه. بصي ده خطوبه، ده صح؟ ده خطوبه. اه الفساتين تقيله عشان فيها شغل. بصوا الشغل بقى والتطريز والحركات والديل تحفة. أي تصميم بتجيبيه سواء فرح أو سواريه بيتنفذ لك بالظبط زي ما أنت عايزة ويمكن أحلى كمان. أنا التصميم اللي أنا اخترته شروق عملته لي بالملي وأحلى من ما أنا كنت متوقعة بكتير. القماش تحفة، الخامة جميلة. بصوا شوفوا ده زفاف برضو. شوفوا الفساتين تقيلة قوي. بصوا يا جماعة كل ده شغل، مش لازق بقى والكلام ده. بصوا عامل ازاي تحفة. ورينا يا شروق الديل. جماعة انا هسيب لكم تحت لينك البيج بتاعت شروق والانستجرام وهسيب لكم عنوان العنوان بتاعها. بصوا الجمال، بصوا الديل، شوفوا العظمة. مع ان متعودين ان الديل دايما بيبقى فاضي، الوش مليان والديل فاضي. انا ده عاجبني قوي. انا احب الترتر. انا بصوا بقى ده، طبعا يا جماعه الفساتين تقيله جدا 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 جدا. واو قلبي. ده زفاف شامبين صح؟ تحفه. طبعا يا جماعه انتوا هتشوفوا فستاننا واحلام واماني واميره وحنان ودنيا، هتنبهروا من العظمه بجد. هيكون احلى فستان بجد لبسته فعلا. بصوا يا حبيبتي، بصوا شوفوا كل ده متخيط بالايد. بصوا الطرحه، انا كنت حاسه ان انا عروسه. هاتي يا بنتي كده وريني، هاتي انا عايزه البسها. اه تعالي، واحد ما يتجوزش تاني. اه شكلي كان هيكون اموره قوي. اه يا دي طرحه الفستان، دي طرحة ده. بصوا الفستان ده بقى، يا لهوي على الجمال. اي تصميم يا جماعة انتوا تحبوه او عاوزينه بيتعمل لكم بالظبط. اي تصميم هتجيبيه شروق هتعمله لك، سواء سواريه سواء زفاف، بكل التفاصيل اللي هتختاريها. لو انت ما عندكيش في دماغك تصميم معين، هي هتساعدك انك تختاري التصميم المناسب لشكل جسمك والمناسب ليكي ولطولك. الله، طبعا تصوير ظالم الحاجه، ظالم الفستان خالص. عايزه اقول لكم يعني تحفه تحفه تحفه. بصوا بقى تفاصيل الصدر، السوسته، الوسط، الديل، حاجه عظمه. الفستان من اوله لاخره بيبقى شغل. اه طبعا لو حد عايز حاجه رقيقه بتعمليها برضو عادي صح؟ بتنفذ اي شكل عادي. تمام، انت بقى بتيجي تختاري الماتيريال اللي تعجبك والشكل اللي يعجبك وشروق بتنفذه لك على طول. بصوا ده، شايفين التطريز؟ كله شغل معمول بالايد، تحفه. يا سلام. شروق كلمينا، عامله خصم لمتابعينا؟ طبعا. كام؟ هعمله لك 50% و
وخلي لك بقى خصم تاني مفاجئ بس بعد الفرح. اوكي يا جماعه اوكي هسيب لكم لينك شروق الأمورة تحت في اول كومنت، واسيب لكم العنوان واسيب لكم كل التفاصيل. عامل لكم خصم 50% على كذا موديل، في موديلات تانية كتير قوي تقدروا تدخلوا البيج تشوفوها. اي فستان هتعمليه سواء رقيق مش رقيق، هاند ميد مش هاند ميد، هي تعمله لك بجد يا جماعه. هتنبهروا من شكل الفستان بتاعنا واحلامه. يلا نشوف. قد استلمنا فساتين. انا واحلام بقى، ماليش دعوه باميني واميره ودنيا ومش عارفه مين تاني، بس انا خدت فستاني انا وصاحبتي عشان نروح نجيب له حاجاته. يلا بينا يا عيال نروح الفرح. احسن مكان لقيت فيه الاضاءه حلوه. بصوا الفستان بقى، بصوا التفاصيل حلوه قوي 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 قوي. يا جماعه شروق بتعمل لكم اي فستان انتوا عايزينه، اي تصميم بقى، فرح، سواريه، اي حاجه. انا عايزه شراشيب، هنسيب، عايزه تراتير. انت بتقولي الحاجات اللي في نفسك وهي بتعملها لك. هنسيب لكم لينك شروق في اول كومنت، انتوا بقى روحوا وكلموها لو حد عايز يعمل فستان، عايز يعمل اي حاجه. بصوا تعالي يا لبنى، لف يا لبنى، لف لف يلا. ده اول فرح لبنى تحضره وهي حامل. بصوا بص بص بص. شكلك جميل، كفايه عشان ما تخيش. بص واو، يلا بقى تعالوا شوفوا فستاني. Thank you.